السلام عليكم، عندي رياضيات المتوسط تدرب بحال التمرينات صفحة 76 من السؤال الرابع والخامس. رياضة تبين الجدول التكراري نتائج 20 رياضيا في لعبة القفز الآلي، مثل بمظلة تكراري، صف التغييرات لهذه البيانات. رايدين جدول تكراري، بعدين نسوي مظلع، بعدين نرسم المظلع. جدول تكراري، هذا مو جدول، هاي كفكرة السؤال. رسم الجدول التكراري هيش طريقته. اكتب هنا التكرار، أجر خط، أكتب هنا الفئة، أجر خط، أكتب هنا مركز الفئة، أجر خط، أجر خط، أكتب هنا النقطة. زين، ايش قد بالتكرار منطيني؟ 3 مقابل 11 ناقص 11 و20، 3 11 20، 4 تقابلها 21 30، 4 تقابلها 21 و30، 7 تقابلها 31 40، 7 31 40، الأربعة تقابلها 41 50، الأربعة تقابلها 41 و50. زين، مركز الفئة بأن أجمعهم سوى وأقسمهم على 2، هذا قانون. أقول 11 زائدا 20 على 2 تساوي لي 31، على 2 أختصرهن قد تساوي لي 15.5، 15.5. زين، ايش قد طلعت لي النقطة؟ نقطة طلعت لي 15 بـ3، طلعت لي 15.5 بـ3، طلعت لي 15.5، هنا نكتبها 15، هاي النقطة 15.5، وشنو بارزة؟ بـ3 تكرار. زين، هسه الأربعة هي 21 هاي و30، هاي حجمعهن 21 زائد 30 على 2، هاي قانون مركز الفئة. مركز الفئة هو كسر، والمقام المقام 2 والبسط أجمعه، بعدين أقسمه 51 على 2، أختصر إيش قد يساوي لي؟ يساوي لي 25.5، 25 وشوية، يعني 25.5. إذا طلعت لي نقطة جديدة اللي هي 25.5 فارزة شنو؟ 4، هاي 4. زين، هسه عندي 7، قصدي عندي هاي الفئة حجمعها 31 زائدا 40 على 2 يساوي، أجر خط، 71، يعني أجمعهن على 2، أختصر
راح يساوي لي 35.5 بوينت ونص. ايش قد النقطة؟ 35 بوينت 5.5 يعني فارزة ايش قد؟ 7 فارزة 7. زين عندي هالفئة الأخيرة أجمعها 41 زائد 50 على 2 يساوي أجمعهن 91 على 2 أختصرهن جت تساوي لي 40 45 عفوا يعني 45.5 بوينت ونص. شقد النقطة طلعت لي 45 فارزة شقد طلعت التكرار 4 فارزة 4 ما كفت. هسه هذا سويت جدول بياني. هسه راح اسوي رسم مضلع تكراري. شو مضلع تكراري؟ ارسم خط كسر عمودي هذا اسمه العمود التكرار. ايش قد التكرار عندي؟ بعدي من 3 اللي قبل 3 شنو هي؟ 2 2 تفيدني. ابدي من 2 2 4 6 8 الحد 7 7 شنو وراها؟ 8. اذا ما كتبت 3 اكتب 2 قبل. ابدي ب 2 تفيدني 2 اقول 2 2 4 6 8 زين هاي 2 4 6 8 الأرقام. زين السبعة ما أحطها اللي هي من ضمن الثمانية. ولاحظوا بين كل كل مسافة ومسافة مليمترات ملم. هالملم مجموع خمسة 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 زين خوش. زين هسه عندي هاي التكرار. هسه مركز الفئة. هسه شنو عندي؟ مركز الفئة اللي هاي مركز الفئة هذه. أقول مركز الفئة ايش قد عندي؟ نهايته شقد؟ 40 50 قصدي نهايته 50. فشو اللي تفيدني اني ابدي منين مركز الفئة؟ 20 اكثر رقم 50 واقل رقم 11. اذا 11 شنو اللي تفيدني؟ العشرة. ابدي من امشي للعشرة حتى ارتبها. اقول 10 20 30 10 20 30 40 50 60 وهنا أنا أحط شنو قلت لكم الملم يعني 1 2 3 4 5 كل مسافتين 5 كل مسافتين 5 كل مسافتين 5 كل مسافتين 5 ماشي. زين هسه نبدأ بالسؤال. رايدين اشقد؟ 3 هسه نبدأ بعشرة. 20 رقم الاول بادينا النقطة 15 بـ3 15 بالاكس يعني هاي الفئة مركز الفئة يسموها اكس يعني حتى نذكرها بالاكس.
وهاي يسموها بالواي حتى نتذكرها. فرايدين 15.5 يعني أروح على 15. هاي 10 مو هاي 10 11 12 13 14 15 إذن هاي 15. والنقطة المقابلها بالواي 3. إذن أقول من 15 هاي 15 إلى رقم 3 هاي 2 3. إذن هاي النقطة تلاقت هاي النقطة. خوش أول نقطة هاي. هسه عندي 25 إب شنو إب 9 العفو هاي 4 25 بأربعة. إذن 25 بالإكس وأربعة بالواي. 25 بالإكس هاي مو 20 أحسب 20 21 22 23 24 25 هاي 25 مش قد بأربعة. هاي الأربعة هياتها. إذن التقون هنا إذن هياتها. بعد 35 35.5 35 إذن 35 وين 35 هاي مو 30 31 32 33 34 35. إحنا قلنا كل مسافتين خمسة نحسب خمسة اللي هنا هاي 35 بش قد 35 بسبعة. إذن 35 هيات هاي 30 هاي 35 أصعد فوق هاي مو ستة تيجي وراها سبعة. إذن هياتها هاي 35 ملتقى هنا تلتقى النقطة. شو اللي عندي هسه 45 بأربعة. 45 بالإكس اللي هي مركز الفئة. 45 بالإكس اللي هي مركز الفئة. هاي مو 40 41 42 43 44 45 إذا هي 45 45 بيش 45 بأربعة. أربعة بالواي هاي أربعة هيات. أروح 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 وين إلى 45. إذن هاي النقطة هياتها ماشي. هسه شنو أسوي هسه أوصلها من لهنا أوصلها يعني لأن هاي النقطة مش بادية مثل هالشكل. أقول عادل لا أقول هالشكل مائل يعني أنقطها تنقط نقاط هنا بعدين امشي هالشكل بعدين اصعد هالشكل بعد شوفوا صعود بعدين نزول دا انزل الى وين دا انزل الى الحد ورا الخمسين ماشي. شوف النقطة وين تنزل انزل وياها. هاي النقطة منين تبدي انزل وياها ماشي. كملنا الجدول كمل المظلة على الرسم. رايدين صف التغييرات لهذه البيانات أوصف لكم إياها. لاحظوا أعلى نقطة شقد كانت شقد على النقطة 35 أعلى نقطة. إذا 35 35 هاي شنو هاي أعلى نقطة أعلى التغييرات أعلى في الفئة في فئة 35 هاي تغييرات. شو أقول هاي تغييرات يعني دخلكم سؤال خامس أقول لك صف التغييرات لهذه البيانات. أول فئة 35 شنو كانت في الأعلى بعدين شنو نزلت إلى وين الحد 50 نزلت الحد 50 هاي الخمسينات هي تبع الحد 50 زين ونزلت حد الخمسين نزلت. إذن هبوط أقول هبوط شقد 50 ناقص 50 يكتب هنا 50 إذن أقول 50 زين هذا هبوط 50 نزلت 50 أو هذا كل الحل وشكرا.